مساء الخير على الجميع. ما شاء الله تبارك الله، عندنا هذا الجي ام سي السيارة موديل 2022، طبعا السيارة معدلة بالكامل لتعديل شركة هارلي. تعرفين الشعارات كلها تبع شركة هارلي، التعديل المرادفة التعديل وكالة، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لرعيها ويعطيه خيره. طبعا الخدمة اللي تمت على هذه السيارة وباقي شغالين عليها تركيب فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام الى الصدام، بالاضافة تركيب العازل الحراري. ما شاء الله تبارك الله. طبعا فكينا المرات الجانبيه والمقابض ورجع طبق الوكاله بدون اي مشاكل. الان السياره راكبه بالكامل، باقي لها فينشينج بسيط تشيكات وتسلم للعميل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا البدي لمعه الفيلم، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له ويعطيه خيره. السياره زي ما ذكرت باقي لها تفنيشات وباقي شغالين عليها، ما انتهينا منها. ما شاء الله تبارك الله. وعندنا ما شاء الله تبارك الله هذه المرسيدس فئة جي ال سي 200 موديل 2024، طبعا هذا اشتغلنا عليها تركيب فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام للصدام، نفس موضوع الجي ام سي السيارة، إضافة تركيب العازل الحراري. والآن ما شاء الله تبارك الله السيارة جاهزة، باقي عليها فينيشنج تنظيف الفيلم والتفنيش النهائي، تسلم للعميل الله يبارك له ويعطيه خيره. ما شاء الله تبارك الله، الصفاوة ولمعة الفيلم مرايا، ما شاء الله تبارك الله. برضو في نفس السيارة هذه فكينا المقابض الجانبية الأبواب والمرايات الجانبية، رجع طبق الوكالة بدون أي مشاكل. ما شاء الله تبارك الله. تركيب ولا غلطة. وعندنا ما شاء الله تبارك الله هذه الجينيسيس فئة جي 80 موديل 2024، طبعا السيارة واضح معانا بويتها من الوكالة مطفي، راح نشتغل عليها إزالة الخشونة البسيطة اللي في البدي ونتغسل السيارة تتجهز، راح نطبق عليها فيلم حماية بي بي اف لكامل البديل من الصدام إلى الصدام، بالإضافة تركيب العازل الحراري. طبعا هو بيجي باكج كامل. طبعا راح نفك المقابض الجانبية للبواب المرايات الجانبية ونطبق عليها الفيلم، نفس الفيلم راح يكون عليها مطفي. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لرعيها ويعطيه خيره. مساء الخير على الجميع. ما شاء الله تبارك الله، عندنا هذه البي ام فئة 520 موديل 2024 الشكل الجديد، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لرعيها ويعطيه خيرها. اللون الابيض على السيارة جدا 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 رائع بالنسبة لي، الله يبارك له. طبعا اشتغلنا على تركيب فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام الى الصدام، تقريبا السيارة شبه راكب القطع كامل، باقي لها فينيشنج بسيط. عندنا ما شاء الله تبارك الله هذه صفاوة لمعة الفيلم، ما شاء الله تبارك الله. كل القطع اللي انا السيارة اغلبها راكب، عندك الصدام راكب، عندنا الرفرف الشنطة الابواب كله ما شاء الله راكب، والشباب قفلوا الاطراف لو نلاحظ هذه اطراف الفيلم، ما شاء الله تبارك الله. باقي عليها فينيشنج وباقي تركيب العازل الحراري. ما شاء الله تبارك الله. مساء الخير على الجميع، ما شاء الله تبارك الله، رجعنا لكم بعد فترة غياب طويلة، طبعا موجودين وشغالين بس ما بنلحق نصور لكم السيارات والعمل اللي بيتم على السيارات بسبب ضغط العمل. عندنا ما شاء الله تبارك الله هذا نيسان الباترول موديل 2024، اشتغلنا على عملية تصحيح طلاء كامل بدي، الآن ما شاء الله تبارك الله بدي صافي، ما شاء الله تبارك الله. راح نشتغل على تركيب فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام إلى الصدام، طبعا راح نفك المقابض ذات الأبواب كالعادة، المرايات الجانبية ما يحتاج لأنها جاية فوق الباب، ما شاء الله تبارك الله.
شباب جهزوا الافلام غصغصوها جاهز التركيب الله يبارك لهم. مساء الخير على الجميع، ما شاء الله تبارك الله. عندنا هذا البي ام فئه 240 موديل 2024. طبعا وقت العمل برضو ما لحقت اصورها لكم، اشتغلنا على تركيب فيلم حمايه بي بي اف لكامل البدي من الصدام للصدام، بالاضافه تركيب العاز الحراري لكامل القزاز. ما شاء الله تبارك الله. هذه صفاوه لمعه الفيلم، ما شاء الله تبارك الله. يعني بيشوف السياره على ارض الواقع ولا كانه راكب عليها اي حاجه. الله يبارك له ويعطيه خيرها، ما شاء الله تبارك الله. طبعا السياره الان جاهزه للتسليم، باقى لها فينيشنج جدا بسيط، بس تنظيفات بسيطه، تمسح القزاز، امور جدا بسيطه. ما شاء الله تبارك الله. ويسعد لي مساكم جميعا، ما شاء الله تبارك الله. عندنا هذا المرسيدس فيها جي ال اي 450 موديل 2024، ما شاء الله تبارك الله. طبعا واضح معانا من الاطراف، شغلنا على تركيب فيلم حمايه بي بي اف لكامل البدي من الصدام الى الصدام، ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لراعيها ويعطيه خيره. طبعا فكينا مقابل ضغط الابواب كالعاده، وجاب طبق الوكاله بدون اي مشاكل، ما شاء الله تبارك الله. عندنا ما شاء الله تبارك الله اغلب القطع كلها راكبه، عندنا رفرف راكب، الابواب كلها راكبه، الكبود ما شاء الله راكب، لمعة البدي. طبعا السياره باقي تحت العمل، ما انتهينا منها، الله يبارك له ويعطيه خيره، ما شاء الله تبارك الله. وعندنا ما شاء الله تبارك الله هذه البي ام فئه 520 الشكل الجديد. طبعا وقت العمل ما لحقت اصورها لكم، ما شاء الله تبارك الله طبقنا عليها فيلم حمايه بي بي اف لكامل البدي من الصدام الى الصدام، نفس موضوع المرسيدس بالاضافه تركيب العاز الحراري. طبعا السياره جاهزه، باقي لها فينشنج تنظيف للفيلم، تفنيشات بسيطه تستلم للعميل، الله يبارك له ويعطيه خيره، ما شاء الله تبارك الله. تركيب ولا غلطه، يعني السيارة على أرض الواقع اللي يشوف السيارة قدام عينه ولا كأنه أي شيء راكب على السيارة، ما شاء الله تبارك الله. وعندنا ما شاء الله تبارك الله هذه الليكسس فئة RX موديل 2024، ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك اللي راعيها ويعطيه خيرها. طبعا برضو نفس النظام، اشتغلنا على تركيب فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام الى الصدام. طبعا وقت العمل برضو ما لحقت اصورها لكم بسبب ضغط العمل، فما لحق اصور لكم كل التفاصيل، ما شاء الله تبارك الله. الان السياره ما شاء الله جاهزه للاستلام. برايه الله يبارك لراعيها ويعطيه خيرها. هذه السياره طبعا فكينا مرات الجبيبيه لانها جايه في نفس الباب، فكينا المقابض ورجع طبق الوكاله بدون اي مشاكل، ما شاء الله تبارك الله. وعندنا ما شاء الله تبارك الله هذه الجينيسيس فئة جي 80 موديل 2024. طبعا البويه من الوكاله مطفي، البويه مطفي، والفيلم اللي راح نشتغل عليه فيلم حمايه بي بي اف نفس الفيلم مطفي، ما شاء الله تبارك الله. طبعا فكينا المقابض عده الابواب، فكينا المساطر عشان يكون التركيب دقيق وما يبان وقت التركيب. بعض الشركات وبعض الناس يقص حول اليد، وانا ما اشوف انه فكره كويسه، كده افضل.
برضه فكينا المرايات الجانبية لأنها في نفس الباب جاية. هذا عندنا الكبود راكب ما شاء الله تبارك الله الفيلم. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك له ويعطيه خيره. بعدين عندنا واحدة ثانية. الصدفة إنه ما شاء الله تبارك الله الثنتين جات في مواعيد مختلفة ونفس اللون. هذا العميل والثاني العميل. هذا ما شاء الله تبارك الله جاهزة للاستلام. ما شاء الله تبارك الله. طبعا برضه بوايتها مطفي والفيلم مطفي. ما شاء الله تبارك الله. اغلب اللي في المعرض اليوم كلها تركيب افلام حماية. ما شاء الله تبارك الله. ويسعد لي مساكم جميعا. ما شاء الله تبارك الله. عندنا المرسيدس فيها جي ال اي 450 موديل 2024. طبعا اللي كان متابع السناب امس صورتها لكم وقت العمل. السياره هذه اشتغلنا عليها تركيب فيلم حمايه بي بي اف لكامل البدي من الصدام الى الصدام. ما شاء الله تبارك الله. تلي صفاء وتلمعت الفيلم. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لرعيها ويعطيه خيره. طبعا السياره الان جاهزه للتسليم. تركيب ولا غلطة. الله يبارك له. طبعا اللي يشوف السيارة على أرض الواقع ولا كأنه أي شيء راكب على السيارة. ما شاء الله تبارك الله.